الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان ولا دور كلها امين احبائي مشاهدي قناه ميسات العظيمه هنكمل مع بعض تفسير هذا السفر العظيم تفسير سفر نشيد الانشاد الذي لسليمان الحكيم بركه اقوال الموجودة تكون مع جامعنا امين احنا وصلنا لاصحاح اثنين هنبتدي في ايه خمسه هناخد النهارده بنعمه ربنا ايه خمسه فقط وهنتامل فيها ونفسر ونشبع من اعماق المعاني المزخره في هذه الايه القصيره سبع كلمات فيها لكن مليانين نعمه وبركه ومليانين تعاليم مهمه جدا لحياتنا احبائي هنقراها مع بعض آية خمسة من الإصحاح الثاني من سيف الأنشاد الذي سليمان الحكيم بركة أقواله المقدسة فتكن مع جميعنا آمين. اسندوني بأقراص الزبيب. اسندوني بأكراس الزبيب. انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا مجدا للثالوث الأقدس هنا. آية قصيرة لكن مليانة سبع كلمات صغيرين أول كلمة فيها مش هنسيب كلمة لما نفهمها بنعمة ربنا. اسندوني لأن ليه مش هنسيب كلمة؟ أنا بحب في التفسير ما اسيبش كلمة ليه؟ لأن المسألة عن المجد نفسه قال السماء والأرض تزول لكن الحرف من كلامي لا يزول. حرف فكم وكم كلمة؟ فلازم نمسك كل كلمة ونخش في أعماقها والمقصود منها ربنا عايزه يعلمه لنا يوصله لنا ايه من خلالها. فاول كلمه اسندوني. عروس النشيد هنا طلبت هذا الطلب من خدام الله انهم يسندوها. بتقول في الاخر ليه؟ لانها لاني مريضه حبا. طب ايه بقى سبب انهم عايزه يسندوها؟ المريض ده بيبقى ضعيف. فيحس بضعفها الشديد جدا قدام الحب الغامر الدافق المتدفق من الرب يسوع الذي بلا حدود. الذي لا يدركه عقل بشري فعلا بعد ما ادخلها في الايه اللي قبل منها الى بيت الخمر الى بيت الفرح سكرت بمحبه الحبيب وقالت علمه فوقي محبه يعني غمرها بحبه اللي هي مش قادره على يستوعب انا مين علشان الله بجلاله قدره الله بجلاله ومجده يعمل كل ده علشاني حب غامر جدا حب فوق ادراك العقل البشري يخلي الانسان فينا يدوب حب في المسيح يخلي الانسان فينا يرفض عن عنه كل ربطات هذا العالم الباطل يرفضها تماما يرفض كل اغراءات الخطيه وملذات هذا العالم الباطله الفانيه يخليه يدوب حب في المسيح له المجد يمسك فيه ويترمي في حضنه ما سيبوش ابدا يا احبائي عشان كده النفس البشريه طلبت ان حد هي مش مصدقه نفسها أنا التراب والرماد الله بكل مجده وجلاله يعمل كل ده عشاني هو عمل إيه علشانك عشان تقول كده أدخلني إلى بيت الخمر وعلى مفوق محبة ده الآية قبل منها يعني طب نفهم مع بعض شوية إيه الحب اللي أدركته هذه النفس البشرية اللي خلتها تقول اسندوني أنا محتاجة حد يسندني مش مصدقة نفسي مش قادرة أحتمل هذا قوة هذا الحب الجارف اللي قدمه الله لينا من خلال الفداء العظيم اللي عمله الرب يسوع من أجلنا اول حاجه فكرت طبعا واكتشفت وادركت ان الله لما حب البشر وهم خطاه زي ما قال الكتاب ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا يعني ما ماتش من اجلنا واحنا قبلناه ما كناش لسه قبلناه ما كناش لسه عرفناه ما كناش لسه قديمين توبه واحنا بعبدنا وبخطايانا وبضعفاتنا ها حبنا ومات من اجلنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا فادركت مين انا الضعيفه التراب والرماد إلا الله يعمل ده علشان هو عمل إيه؟ أخلى ذاته آخذا شكل العبد وزوج ده في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب وتحمل في السكة بقى الألمات وجحود الناس والجلد واللطم والبصاق في وجهه الطاهر والمسامير في إيديه ورجليه والشوك على جبينه والصلب على الصليب كعودات المجرمين اتحمل كل ده كل هذا العذاب علشاني عشان إيه؟ عشان بيحبني ده بيحبني وانا خاطي فكم وكم لما امنت بيه وقبلت فادي ومخلص وربي والهي لحياتي ادركت وحسيت بعد ما خدت بركه المعموديه والميرون عقلي اتفتح وبصيرتي استنارت بنور الروح القدس اللي خدته من خلال المعموديه والميرون وادركت هذا الحب العظيم الجارف فالنفس حاسس انها في حاله سكر مش قادره مش قادره تحتمل قوه هذا الحب الرهيب جدا اللي ادركته من المسيح له المجد ليها كلنا بنحس بكده لما نستغرق في التامل والادراك والفهم لما فعله الله من اجلنا حبا بنا احبائي مش بس كده مش بس عمل كل ده عشان ده انا فيه في ربنا بعت لي حاجه امبارح وانا قاعد اتامل في الايه ديت صليت قلت يا رب اغدق عليا من فيض نعمتك عشان اوصل للناس انت عملت ايه علشانهم فلقيت حاجات انا لاول مره اعرفها في سني ده 74 سنه لاول مره اخد بالي من اعرفها بس لاول مره اتامل فيها واخد بالي منها قد ايه قد ايه جباره جدا جدا وبين بطريقه قاطعه محبه الله الغير محدوده تخليه يعمل كده تخليه يبقى كده ايه هي؟ احنا عارفين ان الله تجسد الله الكلمه تجسد بطل العذراء مريم عارفين قصه البشاره والولاد والحبل الفكره بقى ايه؟ ازاي الله اللي محمول على أجنحة الشاروبيم والكروبيم المسبح من ربوات ربوات الوف الوف يقبل يقعد في احشاء فتاه عذراء العذراء مريم ها يقبل يبقى جوه احشائها تسع شهور بالكامل اللاهوت الكلمه الله الكلمه محتجب في بطن العذراء مريم حل في احشائها وقبل يقعد كده في احشاء هذه الفتاه القديسه العذراء مريم تسع شهور كامله بغير نقصان كل ده على شأني وعلشانك وعلشانك. قبل يحتجب الله المسبح من ال... وممجد من ال... من كل صوف الملائكه والرؤساء الملائكه بكل رتبهم يقبل انه يحتجب في بطن البتول العدله مريم تسع شهور كامله من فرط حبه لي ومش كده وبس. ولما اتولد اتولد كطفل زي بقيه الاطفال انسان كامل في كل حاجه قبل يقعد ويتربى ويتعامل كطفل من العدله مريم ونصف النجار لغاية ما بقى عنده 12 سنة 12 سنة راح الهيكل بدأ يقف ويبين لمحة من لاهوته لمحة من سلطانه الإلهي إن هو مش طفل عادي لا ده هو الطفل الإلهي هو الله الذي ظهر في الجسد فبدأ يبعصهم ويقنعهم وقالوا ده بيتكلم كما له سلطان لكن وبعد كده اختفى وتوارى عن الظل قعد قد على كده قد إيه 30 سنة بالكامل يعني تسع شهور في بطن العذراء مريم محتجب و سنه بالكامل على وش الارض كانسان في الظل وكان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل مساعد نجار كان مع يوسف النجار في المحل النجاره بتاعه مساعد مش نجار كمان يعني المحل بتاعه قبل على نفسه كل ده علشانك وعلشانك وعلشاني عشان بيحبنا بجد عشان بيحبنا بجد قبل إيه كل ده عشان ينقذنا من الهلاك الابدي بل عشان يدينا كمان حياه افضل وعشان نكون معاه في المجد حب غامر حب لا يدركه عقل الانسان حب مش مو... عشان كده النفس البشريه هنا قالت ايه اسندوني انا مش قادر مش قادر احتمل مش قادر احتمل هذا الحب الجارف علشان ايه ده وانا خاطيه وانا عاتيه وانا لسه ما امنتش بيه عمل كل ده علشان ينقذني فكم وكم يا احبائي لما اكون انا امنت بيه وتعمدت على اسمه هيكون ايه هكون انا ايه بالنسبه له لما ترمي في حضنه وامسك في طريقه وامشي فيه بكل اصرار وارفض عني كل مباهج هذا العالم الباطل واعيش للمسيح له المجد في حياه قداسه وبر كل ايام غربتي هتبقى حاجه كبيره هيغدق عليا بمواهب ونعم وعطايا وسلام وفرح دائم لا يشوب قدر هيعيشني الملكوت وانا على الارض هيعيشني الملكوت وانا على الارض هبقى مش حاسس ان انا محتاج لاي حاجه من هذا العالم الزائل ولا من البشر ولا من اي حاجه شبعان بوجود المسيح المجد في حياتي والنفس الشبعانه تدوس العسل النفس البشريه ادركت هنا عرش النشيد مدى هذا الحب الجارف الغير محدود من الله لي ده اللي خلاه يقبل يبقى يعمل كل ده ويقبل في الاخر يتعامل كاعتات المجرمين ويتجلد وينضرب ويتف على على وشه الطاهر الى اخر هذه الالام حتى الصليب وتسمر ويكليل الشوك كل ده علشاني عشان يديني حياه افضل وعشان ينقذني من حكم الموت الابدي وعشان يخلصني من الخطيه الجديه اللي ورثتها عن ابونا ادم هتقول لي يا ابونا يعني خلصت من حكم الموت الابدي ماشي لكن من الخطيه الجدية احنا بنتورث الخطيه قال لك لا ما الكتاب المقدس لا هو داوود النبي قال ايه في دي انا هقول اكتر من ايه داود النبي قالها انا ذا بالاثام حب لبي وبالخطيه ولدتني ام بالخطيه ولدتني ام هو داود النبي حاشا يعني سامحني يا معلمنا داود هو داود النبي كان ابن الزنا عشان يقول بالخطيه ولدتني امي وما كانش نتيجه جواز شرعي لكن هنا بالخطيه يعني بالخطيه الجديه اللي تورثتها عن ابويا ادم وهنا حواء الكتاب المقدس يؤكد على كده ويقول ايه يقول كما انه في ادم يموت الجميع كذلك في المسيح سيحيا الجميع في ادم يموت الجميع مش بسبب خطايانا احنا لا في ادم بسبب خطيه طيب ابونا ادم يقول ايه الكتاب المقدس يقول ان الانسان بانسان واحد اللي هو ابونا ادم يعني دخلت الخطيه الى العالم ها وبالخطية مش وبالخطايا وبالخطية بالألف واللام أي الخطية التي وقع فيها أبونا آدم من حواء بإنسان واحد اللي هو آدم كلام على ابن آدم دخلت الخطية العالم وبالخطية دي وبالخطية ها دخل الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أخطأ الجميع فين هو هو الناس لسه اتولدت إذ أخطأ الجميع في آدم في آدم يموت الجميع في المسيح يحيى الجميع ده كلام ربنا فالمسيح لو المجد من فرط حبه أنقذنا من الموت الأبدي من حكم الموت الأبدي أنقذنا من دينون جهنم أنقذنا من ميراث الخطيئة الجدية بالمعمودية لما نؤمن به ونتعمد على اسمه ونتعيش بالميرون أصبحنا أحرار خدنا عربون دخول ملكوت السماوات أحرار من كل ده من ميراث الخطيئة الجدية ومن حكم الموت الأبدي أحبائي وأصبح لنا عربون دخول المجد العتيد أن يستعلم فينا الحياة الأبدية فهنا العروس نشيد النفس البشريه اللي ادركت حب الله لها بهذا الشكل تقول اسندوني اسندوني انا مريضه حبا انا ضعيفه قدام هذا الحب مش قادر احتمل قوه هذا الحب في حياتي معقول انا استاهل كل ده يتعمل علشاني اذا ادركت النفس هذه الحقيقه انها مريضه حبا انها ضعيفه قدام هذا الحب الجارف من الرب يسوع له كل المجد هتدوب النفس حب فيه هتدوب حب فيه هترفض كل اغراءات العالم الباطل علشانه هترفض كل مباهج هذا العالم الزائلة علشانه هذا العالم يمضي وإيه وشهوته طبعا كتاب قال لنا كده هترفض هترفض بكل إصرار بكل إباء مش بتغصب ده مش هترفض الحاجات دي بتغصب ده هرفضه عشان إدراكها لحب المسيح الجارف ليها تقول مش معقول اللي حبيني هذا الحب وعمل من أجلي كل هذا أنا له ظهري وأحب العالم أو أحب شهوات العالم أو أحب غرات العالم الزائلة دي حاجة أحبائي تدوب النفس اسندوني اسندوني بأقراص الزبيب وانعشوني بالتفاح لأني مريضة حبا نخش أكثر يا أحبائي اسندوني بأقراص الزبيب هي إيه أقراص الزبيب أقراص الزبيب هو العنب المجفف ثمرة بتاعة الكرمة والمسيح المجد قال عن نفسه أنا هو إيه؟ الكرمة الحقيقية وأبي الكرام فإذا الزبيب هنا رمز الشخص المسيح له المجد رمز لعصير الكرمة اللي من يعني ها وهذا العصير الكرمة اللي بقى بنحطه على المذبح ونصلي القداس يتحول الى دم المسيح له المجد فبتقول اسندوني بدم المسيح اللي غسلني من كل خطاياي ومن كل ما علي من ديون شال الدين عني اسندوني بيه انا عايز اتناول والتفاح رمز الجسد المسيح له المجد عشان بيتاكل حلو ورائحته حلوه وطعمه لذيذ ومذاقه حلو حلقه حلاوه وكله ايه؟ مشتهيات فاذا اسندوني بالزبيب رمز لدم المسيح والتفاح رمز لجسد المسيح يعني عايزه تتناول من جسد الرب ودمه. النفس التي ادركت حب المسيح لا يمكن تقبل على نفسها انها تغيب عن المداومه على التناول او التزود بالتناول من جسد الرب ودمه عشان التناول ده اللي بيسندني ضد حروب الشيطان. ازاي؟ المسيح المجد قال من ياكل جسده ويشرب دم ايه؟ يثبت فيا وانا فيه، واذا ثبتت في المسيح له المجد من خلال التناول من جسده ودمه وهو ثبت فيا، في ايه تقدر عليا؟ سهام ابليس تقدر تنفذ الي؟ اغراءات الخطيه تقدر تغريني؟ كله انتهى بالنسبه لي، فالمداومه على التزود بالتناول من جسد ربه ودمه بيديني قوه اراده وقوه عزيمه ان انا استمر في حياه القداسه والتقوى، عشان كده الكنيسه بتنبهنا وتقول ما حدش بيتناول غير القديسين بتقول ايه؟ في نهايه القداس ياخد ابونا الاسبديكون اللي هو الصليب زي كده الحته اللي في وسط الجسد المقدس دي ويقول ايه؟ ويحطها في الكاس القدسات ها؟ يعني كل يا اللي هيتناول خلي بالكم يا مسيحيين خلي بالكم اللي هتتناولوا هذه القدسات اللي هتتناولوها دلوقتي هي المين للقديسين يعني كل بتناول بيتناول جسد ربه ودمه فقديسين قدسات طبعا على فكره الكتاب المقدس بيقول ايه اكتر من كده يقول بل تقدستم بل قد تبررتم بالايمان بيسوع المسيح فبقينا عايشين حياه القداسة الخطيه طارئه على حياتنا مش جزء مننا الخطيه جايه جايه من بره زي واحد نضيف فبيستحم على طول بيغسل هدومه على طول الى اخره لكن بيتسخ غصب عنه يتسخ بايه؟ بالهواء والتراب اللي في العالم اللي في الجو غصب عنه لكن بيعمل ايه عشان ما يستمرش هذا الاتساخ معاه؟ بيقد... بيستحمى ويغسل هدومه ويغير هدومه عشان يفضل نضيف على طول واحنا اول ما نتسخ باي خطيه بنقدم توبه بدموع على طول في المخدع او في الكنيسه ونتناول جسد الرب ودمه نبقى مسنودين ضد حروب الشيطان وضد الخطيه بجد بجد وبحق مش كلام اسندوني باقراص الزبيب انعشوني بالتفاح لاني مريضه حبا وخلي بالكم احبائي اللي بيتناول جسد الرب ودمه عشان جسد الرب ودمه يسندني ضد حروب ابليس المختلفه والمتنوعه وضد العالم واغراءاته الرضيه ومباهجه الزائله وابقى عندي تعفف من داخلي وابقى عندي رفض جوايا مش متغصب او اقول غصب عني لا لا يبقى جوايا رافض الخطيه رافض انغماس في العالم وشهواته عايز افضل دايما في حضن المسيح والمجد عايز افضل دايما في حياه في حاله قداسه وبر وتقوى سهلة للي عايز يا احبائي يبقى لازم اكون مستعد للتناول من جسد رب ودمه عشان يسندني يا احبائي ضد تجارب ابليس اكون مستعد ازاي؟ بالتوبة الكتاب المقدس حذرنا وقال ان لم تتوبوا فجميعا وكذلك تهلكون طب ايه هي التوبة؟ ابان القديسين قالوا هنّا قالوا التوبة هي ترك الخطية والتوبة الكاملة هي كراهية الخطية التوبة هي ترك الخطية وكمال التوبة هو كراهية الخطية الآباء الديسين بتوع الكنيسة عرفونا إيه هي التوبة، إنسان يترك كان بيشرب سجاير يترك السجاير، كان بيحلف يبطل حلفان، صدقني، كان بيكذب يقول كلام واحد وهكذا، إنسان بيسيب الخطية بيتركها مش بيتركها متغصب، بيتركها عشان حابب، أدرك محبة الحبيب الحقيقي الرب يسوع، فداب في محبته، فعايز يعمل أي حاجة علشان خاطر بيحبه، بي أنا بظهر حبي ليه، لأنه حبني، نحن نحبه لأنه هو إيه؟ أحبنا أولا وبذل ذاته من أجلنا الله تدرك النفس فينا البشرية هذه الحقائق الكتابية والعملية اللي حصلت فتدوب النفس في محبة المسيح والمجد المجد وترفض السقوط في الخطية وترفض الابتعاد عن حضن ربنا عن حضن الكنيسة وتتزوج باستمرار من جسد ربه دمه اسندوني بأقراص الزبيب انعشوني بالتفاح تناول جسد الرب دمه يسندنا وينعشنا يخلينا في حالة انتعاش روحي في حالة فرح روحي لا يشوب اي قدر، في حالة اطمئنان وعدم حمل الهم، في حالة تمتع باتحادنا بالمسيح له المجد، سر الافخارستيه سر التناول ده سر عظيم جدا يا احبائي بس لازم نكون مستعدين ما يكونش الانسان متخاصم او عنده حقد على اخوه انسان او عنده تحزب وغيره او عنده كبرياء نفس او عنده الى اخره يخش يتناول ما ينفعش ياخذ دينونه هذا ياكل ويشرب بدون استحقاق رسول الله صحيح 11 ياكل ويشرب دينون لنفسه غير مميز جسد الرب مش مميز ده جسد الرب اسندوني النفس البشريه تحس بضعفها قدام هذا الحب الجارف من الله لنا باللي عمله المسيح لو المجد من اجلنا فتقول اسندوني انا مش ضعيفه مش قادره احتمل قوه هذا الحب يا احبائي فتتسند بايه بالتناول المستمر جسد الرب وايه كمان؟ بتقول اسندوني يعني بتكلم خدام الله طب خدام الله حسدوها ابونا خلات تتناول جسد الرب ودمه طب وايه كمان بيخ... بيخ... بكلمه ربنا دي بكلمه رب بكلام الله يسندها بكلام الله عشان تستمر في هذه الحياه المقدسه كلام الله كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ايه زي ذي نفس البشر محتاجه تسند بكلمه الله الحيه واحنا كلنا محتاجين نتسند باستمرار بكلمه الله الحية، كل ما نسمع كلمه ربنا ناخد بوش ناخد دفعه، قوه دفع روحيه للامام عشان نستمر في طريق القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. اسندوني باقراص الزبيب انعشوني بالتفاح لاني مريضه حبا محتاجين نقرا كلمه ربنا باستمرار، محتاجين نسمع كلمه ربنا باستمرار. قناه زي قناه ميسات العظيمة ديت اللي بتقدم لكم هذه الوجبات الروحية الدسمة، محتاجين نواظب على سماحها. هذه كل يوم 4 الساعة 8 بتتعادل لحد الساعة 11 نسمع نسمع كثر تكرار العالم عالم الشطار نتزود بقوة دفع وطاقة وهكذا كل القنوات الفضائية اللي, اللي ممكن نستفيد منها نستفيد نحضر قداسات نحضر اجتماعات روحية نقرا في الانجيل باستمرار كل يوم يبقى نواظب على صلاة المخدع كل يوم تسندنا الحاجات دي كلها تسندنا في جهادنا الروحي ضد الخطيه وضد هذا العالم الباطل الشرير عشان نعيش في العالم لكن العالم ما يعيش فينا انتوا عارفين زي ايه السفينه في البحر ضخمه وكبيره وشايله بضاعه الاف الاطنان ده المفروض تغرق لكن هي معموله مجهزه بهذا الشكل فالسفينه مجهزه بحيث انها تبقى عايمه على وش الميه تمشي ما بين دول وبعضها كتير جدا وما تغرقش ليه؟ لأن المية بتاع البحر ما دخلتش فيها، لكن لو مية البحر دخلت في السفينة هيحصل لها إيه؟ هتغرق. عشان كده أحبها إيه؟ الإنسان المسيحي اللي حب المسيح من قلبه لو أدرك محبة الرب يسوع ليه بجد هو هيبقى عايش في العالم هنا لكن العالم مش ممكن يخش جواه ويغرقه أبدا. فاصل نفسه عن مباهج العالم وملذاته الرضية وأفكاره الباطلة لكن كل فكر بيقول كتاب مستأثرين أسر كل فكر لطاعة المسيح يبقى افكارنا كلها لطاعه المسيح له كل المجد الله على الحياه دي احبائي حياه مقدسه مشبعه مريحه جدا للنفس البشريه عشان كده المسيح له المجد قال اذا امنتم بي حفظتوا وصاياي تاخذون في هذا العالم مئة ضعف وفوق الحياه الابديه يعني الانسان فينا الملتصق بربنا كسبان دنيا واخره كسبان دنيا واخره في الدنيا وارث الحياة واخد سلام ونعمة وفرح ونجاح في كل أمور حياته والآخرة الحياة الأبدية مع الرب يسوع نفسه مع الإديسين والأبرار والأنبياء والملائكة كلها ورؤساء الملائكة حاجة مفرحة أما الإنسان بيبعد عن حضن الكنيسة عن حضن المسيح له المجد بيسلم نفسه للعالم وشهواته بيحطمه بيسلم نفسه للشيطان يزله يزله افتكروا مثلا ابن الدار اللي قاله المسيح له المجد بنفسه لما خد كل مراسه من ابوه وفلوس كتيره وذهب الى كورة بعيده وبذر كل ما له بعيش المسرف مع الزواني وكان هايس ومبسوط بس حاجه مؤقته ما في ترنيمه بتقول الخطيه مغريه تجذب الانسان توعده بالعطيه انها متعه ولذه واخرتها الاحزان لا يمكن منها النجاة إلا بنعمة الله ملجأ له واصرخ إليه وأقول له رب حررني فك قيود الخطية مني عمل كده ابن إيه الدعاء لما وصل مرحلة الإذلال والمهانة ان مش لاقي ياكل من الخنوب اللي الخنازير كانت بتاكله ولم يعطيه احد قعد مع نفسه ورجع مع نفسه وقال كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك اقوم الان واذهب الابي واقول له اخطات يا أبتاه الى اخر هذه القصه لا ابوه فتح حضانه وابله ولبس هذه القصة العجيبة المسيح المجد قالها لنا المثل ابن الضال عشان يشجعنا ان احنا مهما كانت خطايانا نرجع له هيقبلنا ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسلج كانت حمراء كالدودة السلك البيضاء كالسوف النقي ويقول لها خطاياكم لا اقعد اذكرها ما تبت عنها من قلبك بل اطرحها ونعيش في طريق القداسه يا احبائي طريق الفرح الحقيقي السلام الحقيقي الامان الحقيقي احبائي في حياتنا ونبقى ضامنينها دنيا واخره اسندوني باقراص الزبيب انعشوني بالتفاح الحياه مع المسيح والمجد المجد منعشه مفرحه عشان كده ربنا طلب مننا ان احنا نعيش هذا الفرح على طول قال ايه افرحوا في الرب كل ايه كل حقيقي افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا بياكد على الفرح الله عايزنا نعيش فرحانين كل حين مش عايز تمر ساعه واحده في حياتنا واحنا حزانة او متضايقين طب ازاي نحصل على الفرح الدائم كل حين الا ما كناش مرميين في حضنه كناش ملتصقين بالرب يسوع المسيح يا احبائي ارجوكم كل اللي سامعني دلوقتي على مستوى العالم كله تعوا هذه الحقائق يا احبائي انا اللي كسبان دنيا واخره واحس ب... بإضعافي قدام هذا الحب الجارف من الرب يسوع اللي عمله عشان ده مش بس عمل كده واتألم وعمل قصر وتاكل لا ده انا هزود كمان ده عمل اكتر من كده يخلي الواحد يدوب ده لم يكتفي بهذا بل اعطاني روح القدوس يسكن فيا فحولني الى هيكل مقدس لسكناه افلستم تعلمون قول الكتاب الكتاب افلستم تعلمون انكم انتم ها هي هيكل الله وروح الله يسكن فيكم حولنا الهياكل المقدسه يسكن فيها الروح القدس مش بس الهيكل ده احنا كلنا بقينا هياكل مقدسه وبيسكن كمان فينا روح القدس باستمرار ما بيفارقناش يا احباء طب ده طب ده كفايه لا مش كفايه أعطانا جسده ودمه، جسده ودمه، حد بيدي جسده ودمه لحق للناس تاكله؟ <applause> لا حصلت ولا هتحصل. إدانا جسده ودمه، يقول من يأكل جسده ودمي يثبت فيه وأنا فيه، من ياكلني يحيى بيه يديني حياه ابديه عشان كده في, في القداس في الاخر خالص ابونا بيشيل الصنيع على الراس يقول ايه في الاعتراف يقول ايه اعترف الى النفس الاخير الى اخره يقول يعطى الغفران خطايا وايه وحياه ابديه لكل من يتناول منه فبيديني حياه ابديه وكمان بيثبتني بيثبتني في المسيره والمجد فالشيطان ما يقدرش عليا بالعكس الشيطان يخاف مني اعطيتكم السلطان ان تدوسوا الحيات والعقارب وايه؟ وكل قوه العدو فانا محمي من ابليس وفخاخه هو كمان يخاف مني ما يقدرش يهوب ولو هوب بينهزم على طول ده سلطان المسألة والمجد المجد اعطاه لاولاده الملتصقين بيه احبائك عشان كده احبائي يقول ايه اسندوني باقراص الزبيب يعني يغشوني بالتفاح لاني مريضه حبا يا ترى هسال اخر سؤال اني مريضه حبا هل انا مريض حبا شوق واشتياق لمحبه المسيح والمجد والذوبان فيه والالتصاق بيه والعمل الوصية ولا مريضة حبا مع حبيب القلب اللي بيضحك عليا بكلام حب معسول وبعد كده يدمرني ويضحك عليا يا أحباء يا مناس حبوا بعض بالأربع سنين قبل الجواز قبل الخطوبة بالأربع سنين واتخطبوا وقعدوا كتير واتجوزوا وخلفوا وبعد كل ده بيخونوا بعض بيخونوا بعض تبقى الست متجوزة ومخلفة وبعدين تتعامل مع واحد زميلها في الشغل وغير مسيحي وتعمل معاه علاقه حب، حب ايه؟ حب ايه اللي انت تقول عليه ده؟ ده حب ده دمار. وتروح تسيب جوزها وعيالها واهلها اللي ربوها ومسيحها وابديتها تبيع كل ده علشان شهوتها. بقول عشان شهوتها. شهوة الجنسيه. طب ما انت معاكي جوزك، شيطان سليم التفسير لانها اصلا ما كانتش مرميه في حضن الكنيسه. ما كانتش متسقة بربنا ما كانش لها عشرة معاه ما دقتش حلاوة حبه كانت دابت فيه كانت ترفض أي محبة غريبة ما تقدرش تحتمل أي حد يفصل ما بينها وبين المسيح الحبيب الحقيقي زي ما بولس الرسول قال من سيفصلني عن محبة المسيح مين؟ مين يقدر؟ أشدة أم ضيق أم عري أم اضطهاد أم جوع أم عطش إلى آخره حدش يقدر يمنعني حدش يقدر يمنعني محبة ده اختبار رائع وفعلا دي حقيقه مش اي قوه في الدنيا تقدر تبنينا عن محبه المسيح طب انا هقول لكم على موقف تخلي الانسان عنده قوه وشجاعه لما السادات اعتقلنا سنه 81 فدخلنا السجن بعد كنا في زنزانات حولونا بعد ما السادات مات الى عنابر بقى نبقى مع بعض اعداد كبيره فكنا 24 قسيس كاهن وثمان اباء اسقف اجلاء غير الاخوه العلمانيين والعنبر الثاني كله علمانيين الى اخره عن ففي مره من المرات الضابط المسؤول عننا عن الانبر بتاعنا بعت لي العسكري المراسل بتاعه قال لي سياده الضابط عايزه الباشا عايزه فرحت له قال لي اتفضل اقعد لا يا العفه يا باشا قال لا اتفضل اقعد قعدت لما قعدت قعد عاد يتكلم معايا وبتاع تشرب ايه يا باشا لا لازم تشرب حاجه وصمم لازم اشرب حاجه ماشي عمل حاجه وشربنا وبدا يتكلم معايا طب عايز حاجه يا باشا قال لا انا بس حبيت اقعد معاك شويه ماشي عن اذنك كل يوم يبعت لي العسكري يقول لي تعالى عشان عايزك اروح برضه نفس الحكايه وبعدين في مره بقى قلت على يقولوا علي إيه اللي هيقولوا عليا ايه بيجندني ضدهم الاباء اللي معايا قلت له بص يا باشا مش هقدر اجي قال لي ليه؟ قلت له دلوقتي انت يعني عمال تبعت لي كل يوم مش شايف ان اي اي سبب ممكن يعني فلو سمحت انا مش هقدر اجي ثاني فقال انت زهقت قلت له ما بس عشان اخواتي الاباء الكهنه ما يظنوش فيها غلط يعني وانا مش كده فقال لا, لا 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 انا هقول لك على اي حاجه طب تعالى جنبي كنا قاعد على مكتب كده عايز فانا قمت من على الأنترية وجيت قلت تعالى جنبي كده فجابني جنبه كده وبعدين لقيته ايه مطلع المحفظه من الدرج وطلع من المحفظه حاجه جوه جيب جوه جيب وطلع لي صوره المسيح له المجد انا اسف أنا بقول كده بس بقول لكم حقيقه حصلت دي من ذكرياتي في السجن يعني فطلع لي صوره المسيح له المجد قال لي تعرف ده؟ قلت له طبعا ده رب والهي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح قال طب انت يعني متعصب ليه؟ بتعصب بتسالني سؤال غريب جدا قلت طب بساله لك تاني انت تعرف ده كويس؟ يا باشا في ايه؟ بقول لك ده ربي واللي انا اصلا دخلت السجن علشانه. فقال لي طب خلاص خلاص هريحك، انت عارف بقى انا بجيبك ليه؟ قلت له ليه بقى باشا؟ قال لي عشان فيك شكل كبير جدا من السيد المسيح، فانا بجيبك عشان عايز اقعد معاك. الله الله هو هو وجهه نظره كده، فهو هو مبسوط اللي بيقعد مع المسيح من خلال ضعفي. شهدت المسيح بكل قلبي وانا جوه السجن. لا نهاب انسان، لكن نهاب الله. اللي بيدعونا لميراث الحياه الابديه ربنا يحافظ عليكم ويثبت هذا الكلام في قلوبكم وهذا الايمان في حياتكم في حياه ولادكم ويعطينا ان نتبع امانه بكل أم حياتنا لها كل مجد وكرامه الى الابد امين من <applause> له